مرة تانية برحب بكل جماهير النادي الأهلي. الحقيقة لسه يمكن دقيقة بسيطة ويبدأ المؤتمر الصحفي. امبارح الحقيقة والراجل من أول ما وصل القاهرة كان أول رسالة وجهها لجمهور النادي الأهلي إنه الأهلي سيبقى دائما فوق القمة. دي كانت الرسالة اللي كان حريص موسيماني إن هو يوصلها لكل جماهير النادي الأهلي، لكن الرسالة لوحدها لا تكفي، بالتأكيد في شغل كتير جدا. والراجل الحقيقة معروف عنه إنه ليه أسلوب وعنده دراية كبيرة بالكرة الأفريقية. امبارح جه النادي الأهلي اجتماع مع مجلس الإدارة واجتماع مع لجنة التخطيط، وبعد كده خد جولة في النادي وتصور مع الكؤوس طبعا ودرع نادي القرن، وبعد كده اجتمع مع الجهاز الفني نادي الاهلي. خلينا نرحب بمدرب نادي الاهلي كابتن سامي قمصان. اهلا بيك كابتن سامي. اهلا بيك طبعا، تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك. مبروك موسيماني، مفاجاه سعيده بالنسبه لجمهور نادي الاهلي. امبارح اول يوم ليه مع الجهاز ومع الفريق، كلمنا كده يعني ملامح الشغل مع الراجل واكتر الحاجات اللي ركز عليها في اول اجتماع معاكم. طبعا من خلال حضرتك ومن خلال قناه الاهلي بنرحب بيه طبعا، ونتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، كلنا في ظهره وكلنا مساندينه، اختيار ان شاء الله يكون موفق ويحقق ان شاء الله طموح واحلام جمهور نادي الاهلي ان شاء الله. كانت امبارح زي ما حضرتك قلت المقابله اللي كانت موجوده، وبعد كده الزياره للنادي، وبعد كده كان اول تدريب ليه. اتكلم الاول محاضره عن اهميه وقيمه النادي الاهلي وازاي هو سعيد ان هو بوجوده في نادي كبير زي النادي الاهلي، عنده تاريخ وعنده انجازات وعنده بطولات. رحب باللعيبه واتكلم على نقطه مهمه جدا، ان احنا لازم نقاتل على كل البطولات الموجوده، عشان ده قدر دايما النادي الاهلي. ان شاء الله اللعيبه تكون مستوعبه فكره، وان شاء الله يحقق ان شاء الله زي ما قلت قبل كده طموح واحلام جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن سامي، كلامه مع اللاعبين كان بيركز على ايه الحاجات اللي طلبها من اللعيبه الفتره اللي جايه؟ انا عارف كمان انه راجل يمكن بيشتغل بدني بشكل كبير، فلو تقدر تقول لنا كده نظرته لفرقه النادي الاهلي. يعني هو راجل عارف امكانيات وقدرات لعيبه النادي الاهلي، ولاعب قبلهم قبل كده ومتابع كويس للنادي الاهلي، وانت عارف دلوقتي ان الدنيا مفتوحه اللي تقدر تعمل سيرش تعرف معلومات عن كل اللعيبه الموجوده. هو عارف اللعيبه باساميهم، يعني كلمهم زي ما قلت لك، يعني هو ما لحقش طبعا تمرينه بسيطه يعني، لان احنا كنا لسه راجعين من اجازه، لكن نصمم فيها على حاجات تكتيكيه كده بسيطه مع حاجات بدنيه خفيفه، وان شاء الله بقى ان شاء الله يوم ورا يوم يبدا فكره واللعيبه تستوعبه ويقدروا ينفذوا له، وان شاء الله يكتب له التوفيق ان شاء الله. صفحه جديده في مرحله مهمه، وجمهور النادي الاهلي مستني منكم كتير، كل التوفيق ليكم ان شاء الله يا كابتن سامي في اللي جاي. شكرا، شكرا، شرفتنا.